يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كرة طولية إلى الأمام، مرت الكرة بشكل جميل، يلعبها لمنطقة الخطر، عدت الكرة، يلعب كرة على اليسار وتعود الكرة إلى حارس المرمى. كرة إلى الأمام، توني كروس، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يقطع الكرة، الكرة العرضية، هذه ضربة رأسية في أفضل مكان لكن النهاية لم تكن ناجحة. سيرخيو راموس، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. جاريث بيل يمر يلعب كرة بينية، ديبالا، يا سلام، كرة جميلة جدا في المرمى، لم يكن عندها الفرصة ليفوت مثل هذه الكرات. النتيجة 3.
اهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليله صافيه رائعه، جو كوره، جو كوره يا جماعه. لو كنت مكان اللاعبين ساسجل هاتريك في مباراه اليوم. كل شيء جاهز لمتابعه ممتعه. اوه يا الهي على هذه الاجواء الجميله، منتظر كره قدم ممتعه، ننتظر اداء اللاعبين، اقدام اللاعبين، الاهداف، المتعه، المستوى العالي في مباراه اليوم. كعادة الملاعب الألمانية التي تمتاز بالحضور الجماهيري الغير عادي، يضرب المثل دائما بإلياس أرينا. لم نشاهد مباراة واحدة فيها مقاعد خالية، دائما الملعب ممتلئ من الجماهير. لحظات قليلة مرت على انطلاقة المباراة، أفقد الخصم التركيز، التوازن. الآن فرصتهم للمرتدة، الكرة ملعوبة من مسافة. كريستيانو رونالدو، الله، ليونيل ميسي، فعلوها، سجلوها في الشباك. الكرة توضع في أفضل مكان، حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. جواو كانسيلو، وتاكلين قوي، دي بروين ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ كريستيانو رونالدو يحاول تمريرها من بين المدافعين، لمسة داخل منطقة الجزاء، ليونيل ميسي. يستعيدها دي بروين، ميسي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، لا يمكن إهدارها، ليونيل ميسي. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى، إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود أفعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته. برونو فرنانديز، صاروخية رائعة، هدف عالمي، يسجل هدفا عالميا جميلا مدهشا بالفعل. يعيشون أوقات رائعة الآن، هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. الله ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة، نهاية أجمل ما يكون. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنه سيحاولون فرض المزيد من السيطرة، من القوة في هذه المباراة، وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. يبحث عن المهاجم ليونيل ميسي، الله، يحتسب الحكم ركلة حرة. الآن لديهم فرصة كبيرة من ركلة حرة، والتسديد، يا لها من كرات ضاعت اليوم، غير محظوظ. ابحث عن الحظ في كل مكان يا صديقي. جواو كانسيلو يحاول أن يلعب، ليونيل ميسي، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. ميسي قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط. هيونغ مين سون، كرة بعيدة عن المرمى، you
أرنولد. كريم بنزيما يستعيد الكرة سريعا، يلعب كرة طويلة. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ سيرخيو راموس، أغويرو في انطلاقة قوية من جهة اليسرى، قوية من أغويرو. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة ليقدمها الجول كيبر أغويرو. نعم هيون تلعب الكرة جميلة، جول. ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء، وهو أنهى المهمة كما يجب. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. والعرضية كريستيانو رونالدو، بالتأكيد لم تكن نية التسديد بهذه الصورة السيئة، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. تريبيير، تمريرة قوية أكثر من اللازم، وينجح في استعادة الكرة سريعا. ركنية، كريم بنزيما، لن تسبب أي إزعاج الحارس، جهد رائع جدا برغم إمكانيات العالية، لكن بصراحة مع وجود هذا الضغط الكبير، هذا الكم المدافعين، لا يمكن له أن يمر. أرنولد، برونو فرنانديز يلعبها طويلة، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها، لمسة بينية، الكرة ملعوبة إلى نيمار. يا إلهي، جول! هذه قيمة إمكانياته، دائما تميزه في الكرات الثابتة، ضربة راسية رائعة. بهذه الوضعية الآن مع انطلاقة صافرة الحكم نهاية الشوط الأول، كرة الممتعة اللي يقدمونها في مباراة اليوم.